كتاب بلوغ المرام لما يكاد طالب علم يعني يتذوق ذائقة العلم وعلم الحديث وحديث الأحكام خصوصا إلا ويشتغل بهذا الكتاب حفظا وشرحا ومدارسة، ويبقى هذا سميرة وهو جارات طول طلب العلم، يعني ما يستطيع طالب أي مكان وكثرت عليه الشروح. لكن الإبرازات التي خرجت لبلوغ المرام لك 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 لها وعليها لها وعليها. طبعا هذه من ضمن الإبرازات التي خرجت. هو يقول اعتمدت على نسخة نفيسة جدا قرئت على المؤلف أو قرئ هي قوبلت على نسخة قرئت على المؤلف. طبعا هي من طبعا هي بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ بن حجر، معروف فكرة التأليف أنه عمد على أهم الأحاديث التي يعول عليها الفقهاء في الأحكام الشرعية، فجمع قرابة 1600 وشيء من الأحاديث وجعل جامع في الأخير فيه من الأداب والأخلاق والكتاب، يعني جامع فيه يسموه كتاب الجامع، العادة تكون في الأخلاق والذكر والدعاء وكل ما يهتم به حياة المسلم. ولهذا ترى هذا الكتاب يصلح حتى على القراءة العامة في المساجد، بس تقرأ الباب الأخير مثلا لأنه في الآداب والأخلاق والذكر والدعاء اللي يسمون وظائف اليوم والليلة. فالمقصود أن هذا الكتاب للحافظ بن حجر وهو من عناية رحمة الله عليه الشيخ عبدو علي كوشك، وقد قدم لهذه الطبعة أيضا الشيخ العلامة المحدث الكبير رحمة الله عليه عبد القادر الرناؤوط، وهذا أيضا توفي قبل فترة من الزمن رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية في هذا المجلد اللطيف.